وللحديث عن تصريحات رئيس الحكومة حول مشروع طريق التنمية معنا من بغداد الباحث في الشؤون الاقتصادية السيد عمر الحلبوسي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وللسيدات والسادة المشاهدون الكرام. مرحبا بكم. ما مصدر هذه المخاوف المحلية والدولية التي تتنبأ بفشل مشروع طريق التنمية؟ لماذا يتوقع الناس أن المشروع سيفشل؟ من المعلوم تماما حقيقة أن حكومة السودان والحكومات التي سبقتها لن تجري دراسة جدوى اقتصادية كاملة على هذا المشروع، بل أوكلت دراسة الجدوى إلى شركة غير مختصة في مجالات النقل إطلاقا، لا في مجالات النقل البرية ولا في مجالات النقل البحرية، مما جعل هذا المشروع ولد ميتا. فعندما فقد الاجتماع في بغداد وعرض هذا المشروع على تلك الدول التي يفترض أن تتشارك مع العراق في إنشاء طريق التنمية، رفضت هذه الدول بسبب أن دراسة الجدوى التي قدمت لم تكن واقعية إطلاقا، بل كانت مجرد تخمينات لا تنطبق مع الواقع ولا تنطبق مع الظروف الأمنية والظروف الاقتصادية وحتى الطبيعة الجغرافية للعراق، فضلا عن أن هذا المشروع أساسا لم يكن إلا حقيقة هو جزء من بروباغندا إعلامية تقوم بها حكومة السوداني من أجل تخدير أعصاب الشارع العراقي. ولو أتينا حقيقة لدراسة هذا المشروع وحيثياته سوف نجد أنه من الصعوبة والاستحالة أن ينشئ هذا المشروع بسبب الكثير من الأسباب، منها اقتصادية وأسباب أمنية، كلها تحول دون تحقيق هذا الطريق، مما يؤدي إلى فشله وعدم القدرة على إقامته. كأنك تقصد أستاذ عمر أن القضاء أو مواجهة أسباب الفشل غير ممكنة، هذه المواجهة غير ممكنة وهي لصالح الفساد ولصالح الفساد الأمني والاقتصادي والسياسي الموجود في البلاد، هو الذي سينتصر أمام أي مشروع للتنمية في البلاد. بالتأكيد سيدي الفاضل، مع كل الأسف العراق منذ عام 2003 وإلى يومنا بيئة طاردة للاستثمارات بسبب انتعاش الذي تقوده الأحزاب والميليشيات، هذا الاقتصاد المحمي بالدم والسلاح يحول دون تحقيق مشروع إطلاقا، فضلا عن أن النفوذ الإيراني الموجود في العراق يعرقل جميع المشاريع الاستثمارية أيا كانت أشكالها من أجل بقاء العراق رهنا لإيران وإبقائه على شكله الحالي كسوق لتصريف البضائع الإيرانية، مما يجعلها اللاعب الأكبر في العراق وتتحكم فيه سياسيا واقتصاديا، ومما جعل العراق منكشفا اقتصاديا وعرضه إلى كثير من المشكلات التي أضعفت من أمنه الاقتصادي، خصوصا نحن اليوم نعيش في ظروف صعبة جدا جراء عقوبات من القطاع الأمريكي وانعدام الصناعة والزراعة وغياب الرؤية الاقتصادية، مما عقدت الكثير من الأمور الاقتصادية والمالية في العراق. هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى فشل المشاريع الاستثمارية، والسبب يعود في وجود دولة داخل دولة وهي دولة الفصائل المسلحة التي تعرقل المشاريع وتعكر صفو الأمن في ما يجعله غير أي مشروع استثماري، وبذلك حتى رؤوس الأموال العراقية المهمة اضطرت إلى الهجرة خارج العراق، فكيف للعراق أن يستقطب رؤوس أموال في ظل وجود فصائل منفلت يرهب المستثمرين؟ نعم. طيب، هل يمكن أن تقدم الشركات الأجنبية على تمويل هذا المشروع في ظل سلاح الميليشيات والوضع الأمني المنفلت؟ وهل الحكومة قادرة على معالجة هذه المشكلة؟ بالتأكيد لا، لن تجازف أي شركة عالمية بتمويل مشروع في بيئة أمنيا، بيئة تشهد صراعات كبيرة سياسية واقتصادية، وتحول البلد إلى بؤرة لصراعات دولية، لأنها هذه الشركات لا يمكنها حقيقة أن تخاطر بأموالها التي قد تمنى بالفشل وتمنى حقيقة بالضياع والتبديد في ظل انعدام الأمن وانعدام الاستقرار في البلد. بالإضافة إلى ذلك أن حكومة السودان ستكون عاجزة عن توفير المصادر سواء كانت داخلية أو خارجية لتمويل المشروع، لجملة من الأسباب أن العراق يعيش اليوم
حقيقة تناقص أو قلة في الكتلة النقدية داخل البنك المركزي والمصارف كانت سببا حقيقة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة العراقية. فكيف لحكومة السوداني العاجزة عن توفير الكتلة النقدية لتنفيذ الموازنة أن تقوم بتمويل أو تنفيذ مشروع مثل طريق الحرير عفوا طريق التنمية الذي يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ويحتاج إلى استثمارات هائلة؟ نعم، هذا فيما يتعلق بالعوامل الداخلية. هناك عامل خارجي مهم وهو إيران، التي على ما يبدو أنها لن تقبل بمنافسة لها لتستثمر في البيئة التحتية في العراق. بالتأكيد فاضل، إيران هي المتحكم بالساحة العراقية من خلال كثير من الأدوات الموجودة سياسيا داخل الحكومة، وكذلك من خلال الفصائل المسلحة التي تأتمر بأمر إيران. لذلك إيران لا ولم تسمح بإقامة أي مشروع استثماري كبير في العراق، ولن تسمح بأن يكون هناك منافس لها. وأكبر دليل على ذلك عندما قدمت المملكة العربية السعودية الاستثمار في صحراء الأنبار وبادية السماوة، عارضت إيران وعارضت الأحزاب المنتمية أو الولائية لإيران وعلى رأسهم حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي. ولكن في نفس الوقت نجد أن شركة المهندس التابعة للحشد المدعوم إيرانيا منحت إجازات استثمار كبيرة وهائلة في بادية السماوة. لذلك إيران لن تسمح باستثمارات خارج إطارها، بل هي تحتكر هذه الاستثمارات بصالحها من أجل أن تبقى هي اللاعب الوحيد والمسيطر على العراق. لذلك حولت العراق إلى بيئة طاردة لكل الاستثمارات والمشاريع التنموية المهمة. نعم، على أي أساس إذن طرحت حكومة السوداني هذا المشروع؟ يا سيدي الفاضل، حكومة السوداني أو الحكومات التي قبلها تطرح مشاريع مجرد للخداع الإعلامي، مجرد للضحك على ذقون الناس. ولو عدنا حقيقة إلى كثير من المشاريع التي طرحت من الحكومات السابقة كانت مجرد مؤتمرات أو مجرد تصريحات أو حبرا على ورق، ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع رغم علمهم بأن هذه المشاريع لا يمكن تنفيذها، إما لصعوبات اقتصادية أو لقرارات الفيتو الإيرانية على هذه المشاريع. لذلك هي طرحته من أجل يعني خداع الناس ومحاولة يعني تخدير أعصاب الشعب العراقي الناقم بسبب الوضع الاقتصادي المزري للبلد. وبذلك طرحوا أرقاما هائلة أن طريق التنمية سوف يوفر فرص هائلة جدا للعمل، وهي فرص مبالغ وأرقام مبالغ بها تماما. لذلك هو بدأ وانتهى بعبارة عن بروباغندا إعلامية لا تعدو عن هذا الشيء. شكرا لك الباحث في الشؤون الاقتصادية من بغداد السيد عمر الحلبوسي.